بعد كده اشرح لنا بقى الفتره دي ايه اللي حصل فيها، لان دي فتره مهمه جدا جدا، لان انا عايز اخد الموضوع بتاع انت تطلع خامس في الاولمبياد دي، لان ده قصه لوحده، ده قصه وانجاز كبير جدا 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 الحقيقه حصل في الاولمبياد الاخيره، ولكن هنتكلم عنه لانه ده محتاج وقته لوحده طبعا. فانا عايز اعرف الفتره ما قبل او بدايه الاحتراف وايه اللي حصل، وازاي رحت نادي نانتو، وبعدين بتلعب في البطوله العربيه مع النادي الاهلي، والشغف اللي على وشك ده وحبك للنادي الاهلي. اولا البدايه كانت لما النادي الاهلي سمح ان انا اطلع العب في الدوري السويدي، فكانت فرصه كبيره قوي ان انا اشترك في دوري من افضل الدوريات العالميه، وربنا الحمد لله كرم جدا وقدرت ان انا العب مباريات كبيره قوي في الدوري السويدي. فالنادي بدا يجدد لي سنه والتانيه، ففضلت قاعد في السويد حوالي 5 أو 6 سنين. بعد كده جالي عرض من نادي كوبنهاجن، كان ساعتها محمد زيدان بيلعب في كوبنهاجن، فكنت انا بلعب تنس طاوله وهو كان بيلعب في نادي الكوره. فكان برضو من الحاجات اللي ادتني دفعه كبيره قوي ان نادي كوبنهاجن كان بيلعب مش بس في الدوري الدنماركي، لكن كمان كان بيلعب في دوري ابطال اوروبا. فبقيت بلعب في الشامبيونز ليج، وبقيت بلعب كمان في الدوري الدنماركي اللي هو افضل من الدوري السويدي. فده اداني برضو خبره واداني احتكاك افضل، فبقيت كمان لما باجي هنا اشترك مع البطولات في النادي الاهلي بقت الماتشات بالنسبه لنا اسهل، وبقى المكسب بالنسبه لنا اسرع. بالظبط. طيب. برضو اعتقد ان ده خبره كبيره جدا خدتها في الوقت ده تحديدا، ولكن حبك للنادي الاهلي بيخليك ترجع تلعب في الصيف في النادي الاهلي. طبعا. طبعا. هو هل ده شرط في عقد او حاجه، ولا عشان بس الناس تبقى فاهمه؟ خالص بالعكس، انا اي بطوله بيكون فيها اشتراك مع النادي الاهلي او في فرصه من اشتراك مع النادي الاهلي، مجلس الاداره طبعا ليه حريه الاختيار ان هو يختار الفريق. فالحمد لله انا دايما ببقى قريب من المجلس الفني او الجهاز الفني، فبلاقي دايما الجهاز الفني بيقول عمر انت جاهز؟ فبقول له اه جاهز. انت ان شاء الله معانا في الانديه الافريقيه؟ طبعا. دي حاجه يعني تشرفني جدا. فبروح الحمد لله وبجهز للبطوله دي، ان هي افضل او اكبر بطوله في السنه عندي، لان انا ببقى عارف قد ايه النادي الاهلي عنده قاعده كبيره قوي جماهيريه، فما فيش اي مجال انك انت تروح وانت مش جاهز. طبعا. فالحمد لله السنين اللي فاتت كان ربنا يعني موفق جدا، ان بنسبه 100% البطولات اللي انا اشتركت فيها مع النادي الاهلي سواء محليه او عربيه او افريقيه كان ربنا بيكرمنا فيها باللقب الحمد لله.